السلام عليكم ورحمة الله. بدأنا في الفيديو الأول حكينا عن أنواع عن كيف نشغل البرنامج الفيجوال ستوديو وكيف نكتب كومنت، حكينا عن أنواع المتغيرات اللي ممكن نستخدمها في لغة السي بلس بلس. اليوم راح نكمل، راح نحكي كيف ممكن نعرف متغيرات ايدنتيفايرز وكيف ممكن نحط لها قيم، وراح نحكي عن العمليات الحسابية اللي ممكن نعملها على هاي المتغيرات، وراح نحكي كيف ممكن نعرف ثوابت، وراح نحكي عن الـ Saved Words. في البداية راح نحكي عن كيف ممكن نعرف المتغيرات. لازم الأول نحكي عن نوع الـ Data Type اللي هنعرف فيه المتغير، مثلا زي Integer، وبعديها نكتب اسم الـ Identifier اللي بدنا نعرفه. الـ Identifier اللي بدنا نعرفه نحكي بعدين آخر شيء فاصلة منقوطة، يعني لو بدي احكي ان بدي اعرف متغير اسمه جريد ممكن احكي انت جريد، احكي فاصلة منقوطة. ممكن نكتبه هنا بدل الكومنت، حنكتبه الان في المين الاصلي اللي هو بس نطلع من الكومنت، حنكتب انت جريد وفاصلة منقوطة، هيك بنكون عرفنا الجريد. طبعا كلمة جريد زبطت انه كاسم متغير. حنحكي عن الشروط لكتابة اسم المتغيرات. الأشياء اللي ممكن نستخدمها في كتابة أسماء المتغيرات، أول شيء الليتر الأحرف والديجيتس ديجيتس والأندرسكور كرمز. ما نقدر نستخدم أي رمز خاص غير الأندرسكور، يعني ما نقدر نستخدم النجمة أو الفاصلة أو الأند أو الباور أو أي شيء تاني، دول كلهم غير ممنوعات، ما بصير نستخدمهم، ما بصير نستخدم إلا الأندرسكور. والشرط الثاني إنه ما بصير نبدأ بديجيت، يعني ما بصير نحكي integer مثلا one great، ما بصير نبدأ اسم المتغير في رقم. لو جينا نكتب هنا integer one great رح يعطينا error، زي ما انتو شايفين أعطانا إنه x expected an identifier، ما بصير نستخدمه ك identifier. بس ممكن نبدأ ب underscore، ممكن نبدأ بحرف، هيك صار مقبول. هاي هي الشروط لكتابة المتغير، لكتابة أنواع المتغيرات. ممكن إذا بدي أعرف كمان grade تاني، بدي أحكي إنه هاي grade one، بدي أعرف grade تاني int grade two، ممكن احطهم التنتين على سطر واحد كونهم نفس نوع المتغير، يعني integer grade 1 integer grade 2. ممكن احكي integer grade 1 فاصلة grade 2 على نفس السطر، بس ما بصير نعرف الاشي اكتر من مرة، فهمي هاي هاد السطر كافئ السطرين الماضيات. ممكن نخليهم ككومنت، ممكن نخليهم ككومنت، عملناها كومنت بس حطينا سلاش سلاش زي هون، صارت هاي عبارة عن كومنت، هاي عبارة عن كومنت، بس انه راح نحذفهم عشان ما نتخربط بينهم. ممكن نعرف نوع تاني زي دبل دبل زد مثلا، ممكن نحكي كار سي او سي اتش ون كار ون كار تو، هيك صار عنا هاي المتغيرات كلها تعرفت. راح نحكي عن الأساينمنت، كيف ممكن نحط قيم لهذه المتغيرات. يعني grade 1 عبارة عن integer، فكيف بدي أدخل فيه integer؟ راح أحكي grade 1 هو اسم المتغير equal 5 مثلا، فهيك صار اسم المتغير، المتغير اللي اسمه grade 1 صار فيه قيمة 5. ولازم ننهي أي جملة في C++ بفاصلة منقوطة كتعريف أو إذا دخلنا قيم. وممكن نحكي grade 2 equal grade 1، ممكن نستخدم المتغيرات كقيم، فصارت grade 1 فيها قيمة 5 plus 10، فصارت grade 2 equal 5 plus 10. طبعا نستخدم العمليات الحسابية مثل plus، راح أحكي عنها في comment، plus minus الضرب والقسمة، نستخدمهم عادي، يعني نحكي
grade 1 plus 10 grade 1 minus 10 grade 1 star 10 بتصير زي كأنه ضرب، والقسمة grade 1 تقسيم 5 تقسيم 10. وفي اشي اسمه المود، بس المود في لغة سي بلس بلس ما بنكتب مود، ما بنكتب grade 1 mod 10، بنحكي grade 1 علامة العلامة المئوية 10، فبتصفي يعني مثلا grade 1 هاي الإشارة 10، فزي كأنها تكافئ grade 1 mod 10. فالاستخدام في لغة C++ على هاي الطريقة، وهاي كنا نستخدمها مثلا بالكويك بيسك، أو إذا بدنا نحكي عنها في الرياضيات نحكي مود. طبعا رح نحكي كمان عن الترتيب الأولويات لهاي العمليات الحسابية. في البداية بأي عمليات حسابية الأقواس هي أول إشي نطلع عليه، بعدين عندك الضرب والقسمة والمود المتكافئات. طبعا لما يكون في اشي متكافئ بنبدأ من اليسار لليمين، بعدها بتتوهم البلس والماينس. هاي هي ترتيب للأولويات على لغة سي بلس بلس. يعني لو حكينا 3 ضرب 7 ماينس 6، أو مثلا إيكوال 3، أساس ما عرفت a كانتيجر، لأن حكيت إنه a equal 3 ضرب 7 minus 6، فهو بالأول حيضرب لي 3 في 7 بتطلع 21، ناقص 6 بيطلع معي الجواب اللي هو 15. فبتصفي ال a كأنها تساوي 15. ممكن نعمل على هاي العمليات، يعني نحكي grade، ممكن نحكي z equal grade 1 ضرب 2 plus 5، فهياخد قيمة ال grade 1 اللي هي 5، يضربها ب2 بعدين يجمع لها الـ5. هلا في سؤال حنسأله انه الزد عبارة عن double وال grade 1 integer، فهل ممكن نستخدم نوعين من المتغيرات مختلفين مع بعض؟ الإجابة هي نعم، بس يعني زي الدبل والانتجر هما الاثنين بتعامل مع أرقام، فحنقدر نستخدمهم مع بعض. يعني بنقدر نحكي z equal، أو ممكن أعرف متغير تاني float f، ونحكي f equal grade 2، فهيك بتصير جوا ال f قيمة ال grade 2 اللي هي كانت 5 زائد 10 اللي هي 15، ولكن لأنه ال f عبارة عن float فحتكون قيمة ال f بدل 15 حتكون 15.0، لأنها عبارة عن float number أو double number. هذا الفرق الوحيد. في العمليات الحسابية إذا استخدمنا متغير فهو حيتعامل مع الجواب، حتكون من نفسه متغير. يعني إذا حكيت integer x و x equal 5 تقسيم 2، فهو الخمسة عبارة عن integer والاثنين انتجر، فخمسة انتجر تقسيم اثنين انتجر حتكون عبارة عن 2، مش حيكون اكس تساوي 2، مش 2.5 اللي هو الأصل. 2.5 لو كانت هاي دبل وهاي دبل، فالدبل تقسيم دبل حيعطيني دبل، بس كمان اكس لازم نكون عارفينها كدبل. بس هون لو كانت الاكس دبل وحكينا 5 انتجر تقسيم 2 انتجر، هتكون القيمة برضو 2، لأنه بتحكي انتجر تقسيم انتجر حيعطيني انتجر. وإذا كانت تنتين دبل، يعني 5.0 هيك تعتبر دبل، و2.0 دبل تقسيم دبل حيعطيني دبل، بما إنه الإكس دبل فحتطلع الجواب 2.0 مش 2 عادية. والإشي الأخير إنه لو كانت انتجر واي وحكينا واي إيكوال 5 دبل تقسيم 2 دبل، ايش هتكون قيمة الواي؟ هتكون قيمة الواي تساوي 2 مش 2.5، لأنه الواي نفسها انتجر، فهتيجي تحكي لك انه هاي القيمة عبارة عن 2.5،
لأنه دبل. تعال دخل قيمة 2.5 جوا الواي، الواي التكلفة أنا انتجر ما حاخد النص، حاخد بس الاثنين. فإذا عرفنا إذا قسمنا ناخد القيمة هاي، إذا طلعت انتجر أو دبل بندخلها بالقيمة هاي، حسب نوع الواي أو الإكس بندخل القيمة. يعني هون 2.5 وهاي 2.5، بس لما جينا ندخلها جوا الإكس 2.5 تدخل ك2.5، بس جوا الواي تدخل ك2 لأنه الواي انتجر والإكس دبل. رح نحكي عن إشي اسمه كونستانت. كونستانت اللي هو الثابت. إيش يعني ثابت؟ ثابت اللي هو كرقم، يعني مثلا الباي إيكوال 3.14، الباي عبارة عن ثابت يساوي 3.14. لو بدي أعرف أنا فلوت باي إيكوال 3.14، هيك الباي قيمتها 3.14 صح. ولكن هل بقدر أنا أغير على قيمة الباي؟ في الواقع الباي هي ثابتة ما تقدر تغير قيمتها، ولكن في البرنامج هذا تقدر تحكي باي تساوي 5، فأنت تغير قيمة الباي ل5. فالسي بلس بلس عملت إشي اسمه كونستنت اللي هو الثابت، تخليك تعرف متغير كثابت بس ما تقدر تغير قيمته. فالبفرق بس إنك تحكي كونست قبل ما تعرف الإشي، تحكي كونست فلوت باي إيكوال 3.14، وهذا راح نمحيه. هون لما نحكي باي ايكوال 5 راح يعطيني ايرور، ما بصير يتغير قيمة الباي لانها كونستنت. في شغلة ما حكينا عنها، انه هل ممكن انا اعرف المتغير وادخله قيمة بنفس الوقت؟ يعني الكاركتر CH2 هل بقدر ادخل فيه قيمة من هون؟ كان الكاركتر ممكن ندخل فيه أحرف، ممكن ندخل فيه كاركتر to equal a داخل single notation. الجواب طبعا بصير تدخل، بصير تحط له قيمة أول ما تعرفه. ممكن تحكي z equal 5، طبعا 5 هياخدها 5 بس عشانها دبل هياخدها 5.0، ما في داعي أحط 5.0 لأن هو هيحولها لحاله 5.0. بس هذا هون اختياري، إذا بدي أعرف جريد 1 ممكن أحط لها قيمة هون إنها equal 5 وأمحي هاي مثلا، ممكن لا إنه ما أكتب، أكتب بس أنت جريد 1 وهون أحط القيمة جريد 1 equal 5. بس بالكونستنت هذا إشي إجباري، لازم تعرف القيمة، تعرف المتغير تحط له قيمة من أول، لأنه هاي القيمة ما حتتغير تحت، أنت ما بصير تحكي باي equal 5. فبالتالي انت لازم فوق تحط قيمة. لو جربنا انه ما نحط قيمة، هل راح يزبط؟ ما راح يزبط لانه ما حطينا قيمة للباي. نحكي باي ايكوال 3.14. هلا ممكن نجرب نعمل برنامج بسيط يحسب لنا مساحة الدائرة. فانا بدي اعرف متغير انتجر اسمه ار اللي هو الراديوس، واحكي انه نصف قطر الدائرة ايكوال 5، وبدنا نحسب مساحة الدائرة. ممكن نحكي float area و area اللي هي المساحة، و area equal r ضرب r ضرب pi اللي هي نصف قطر تربيع ضرب ال pi، والباي طبعا كونها ثابتة هياخدها من هاي القيمة 3.14، وال r هياخدها من 5. هيك صارت قيمة ال area تساوي مساحة دائرة نصف قطرها 5. في النهاية راح أحكي عن إشي اسمه reserved word. reserved word هي كلمات محجوزة، ما بصير تتسمي متغير باسم كلمة محجوزة. من الكلمات المحجوزة ال integer وال float وال double وال constant. أي شيء بيكون أزرق وإحنا بنكتب بلغة C++ هو عبارة عن كلمة محجوزة. يعني ما بصير انا اعرف متغير من نوع انتجر اسمه float، ما بصير احكي انه الانتجر اسمه float. بس لو حكيت float 1 صار مسموح، float 1 مش كلمة محجوزة بس float كلمة محجوزة. فهاي هي الفكرة من ال reserved word، انه ما بصير تعرف متغيرات باسمها، ما بصير احكي double، double معناها بدي اعرف
أعرف متغير اسمه النوع دبل، فبعد راح أحكي دبل كونست، هاي غير مسموحة لأن الكونست بتاعت الثابت. في كمان الهاش انكلود غير مسموحة، اليوزنج النيم سبيس اللي بتكون هم سيرتود، الفويد هي كلمة محجوزة برضو. فأي شيء هنتعلمها قدام هحكي لكم إنه هاي ريسيفت وورد، هتعرفوا إنه معناها إنه هاي، بس نستخدمها كتغييرات. وممكن يجيك سؤال إنه هل هي أعطيني ريسيفت وورد من هذا البرنامج. يعطيكم ألف